هل الكود ده بيراعي مصالح المجتمع، بيراعي مصالح الدولة، بيراعي مصالح فئات المجتمع كلها، بيراعي الإشارة لكل وسائل الإعلام إن هي ملزمة بطريقة معينة في التناول؟ هل الكود ضد الحريات، ضد الإبداع، ولا مع الحريات والإبداع لكن لا يتعارض مع القيم؟ فأنت بتحط الكود ده في ميزان وتنتقده وتشوف هل الكود أدى دور ولا احنا لسه محتاجين نقاط تانية، لأن انتوا لاحظتوا اختراقات معينة للتناول الإعلامي في مصر تجاه قضايا المرأة. لو لاحظتوا تكتبوا ايه ملاحظاتكم على التناول الإعلامي، ايه ملاحظاتكم على الكود، ايه ملاحظاتكم اللي عايزين تضيفوها للكود ده. الصوت بيقطع؟ ايوه. طب كده تمام كده يا دكتور؟ كده تمام يا دكتور. اوكي. مين بقى بيحط الاكواد دي؟ مين بيحط الاكواد الاخلاقيه للمهنه؟ اللي بيحط الاكواد الاخلاقيه للمهنه هم اهل المهنه نفسه. بيجي خبراء، بيجي ممارسين، بيجي اكاديميين، ويجتمعوا ويشوفوا ايه القواعد الاساسية والمعايير اللي لازم الكود يتناولها. في الكود اللي احنا مختارينه على سبيل المثال ده كود صادر عن المجلس القومي للمرأة. امال فين الاعلاميين بقى؟ ما هو المجلس القومي للمرأة يضم لجنة اسمها لجنة الاعلام بالمجلس القومي للمرأة. يبقى لجنة الاعلام دي اللي فيها اعلاميين، ايوة، ممارسين سواء في الراديو أو في التلفزيون أو في الصحافة أو في المواقع الإلكترونية، وفيها كمان خبراء إعلام، وفيها أساتذة إعلام في الجامعات المصرية. طيب النخبة الإعلامية دي ومجموعة أهل المهنة في كل التخصصات دي اجتمعوا عشان يحطوا الكود الأخلاقي لوسائل الإعلام تجاه قضايا المرأة، وبدأوا يشوفوا النقاط اللي لازم نشتغل عليها في الكود، ويقدموا مقترحات وينقحوا ويشتغلوا لغاية ما وصلوا للشكل النهائي للكود. ثم يتم توزيع الكود ده على كل وسائل الإعلام وطرحه للنقاش في البرامج، في المقالات، في الحوارات الصحفية، عشان الناس تعرف بيه. ما تجيش وسيلة تقولك ايه، اصل ما حدش قال لي ان في كود أخلاقي. تمام؟